بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق ذا فيرست، نصور غرفة من نوع ديلاكس في بنتوتا سريلانكا. هنا حمام غرفة، شطافة موجودة، شاور مستقل، سيفتي بوكس موجود، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هذه الغرفة من نوع ديلاكس في فندق ذا فيرست بنتوتا سريلانكا. طبعا هذه الغرف في الأدوار الأرضية، ميزتها إن بلكونتها مباشرة على المسبح والبحر. هنا البحر، هنا المسبح، هنا في مجالس. غرفة ممتازة، حجمها مناسب. مستوى الفندق 4 نجوم بلس، يعني 4 نجوم وشوية. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هذا مدير الفندق. هذه عيد غرفة من نوع ديلاكس، فندق ذا فيرست في بنتوتا سريلانكا. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.